بالله عليكم، هل نظام آل سعود لا زال مؤهلا لأن يكون صاحب لقب خادم الحرمين الشريفين؟ لأن ما نراه في السعودية أصبح أمر لا يطاق، تجرد من الأخلاق والقيم بإقامة حفلات ماجنة ومسيئة حتى للأنبياء وللذات الإلهية، بل وتدعو إلى عبادة أنثى من دون الله. والدليل ما سترونه بهذا المقطع، دعونا نشوف المقطع ونرجع نعقب. تقول اركع للأنثى إلهك، وتقول لله بلغ الأنبياء، وإنه أنت لا يمكن تثنينا. بالله عليكم، هذا الكلام كله يحدث بتمويل من أموال الحرمين الشريفين مكة والمدينة، ومن أموال نفط نجد والحجاز. هل في مسلم عنده غيرة يقبل بأن تكون أسرة آل سعود بعد هذا التفسخ منذ سنوات الذي يديره محمد بن سلمان، بعد هذا الانحلال الأخلاقي؟ هل لا زال في مؤمن ومسلم حقيقي يرضى بأن يكون النظام السعودي هو من يتولى حماية الحرمين أو خدمة الحرمين؟ أنا أرى بناء على ما رأينا من انحلال منذ الأعوام الماضية وحتى اللحظة، أرى إنه لزاما أن تجتمع كل الدول العربية والإسلامية، بل والجالية الإسلامية في كل دول العالم في الكرة الأرضية كامل، يجتمعوا ويأسسوا هيئة إسلامية تعنى بالحرم المكي وبالمدينة، يديروا هذه المقدسات إدارة مشتركة. لا ينبغي أن تكون بيد أسرة بلا أخلاق تدعم الانحلال الأخلاقي في جزيرة العرب في نجد والحجاز ببلاد الحرمين. لا ينبغي أن يكونوا هم المسؤولين عن الحرمين نظام آل سعود. هذا هو الواقع، المفروض يكون هذا هو رأي المسلمين جميعا، الجالية الإسلامية في كل دول العالم وفي الدول والدول الإسلامية، باكستان، أفغانستان، تركيا، الدول العربية جمعا، ينبغي أن يكون موقف، هناك موقف. وأندونيسيا، والله يا محمد بن سلمان تريد تمجن وتمارس انحلال أخلاقي أمامك الرياض، خذها لك إقطاعية وافسد فيها براحتك. أما إنك يعني تنشر الفساد في كل المناطق، حتى في المناطق المحاذية لمكة، بكرة في مكة، أكيد قادم الأيام في مكة يعني تحيا هذه الاحتفالات الماجنة، هذه أموال الحرمين، أموال النفط، أموال مكة والمدينة، الحج والعمرة ينفقها محمد بن سلمان، هذا رجل أنا أعتبره سفيه يحجر عليه ماله، بينفقه على مجون وقلة حياة وشراء لاعبين بمئات الملايين من الدولارات. ما هذا العبث؟ أموال الحرمين فقراء المسلمين أحق بها وأولى بها. من أنتم يا آل سعود، يا نظام آل سعود؟ أنتم بذرة زرعها البريطانيين، مجرد قبيلة انتصرتم في حرب بدعم بريطانيا، أوكي، وحكمتم نجد والحجاز وحولتموها باسمكم السعودية، ألا يكفي كل هذا الذي فعلتموه حتى تأتوا في نهاية المطاف لتنحلوا أخلاقيا وتسيئوا لبلاد الحرمين؟ اسمعوا حتى علماء البلاط، لحظة، يقول الحفلة وتفاصيلها الشنيعة تمت برعاية حكومية كاملة، يعني بأموال الحرمين، الحج والعمرة، أموال الشعب الحجازي النجدي والحجازي، وكذلك يعني رعاية محمد بن سلمان رأسا، هو الذي يدعو إلى هذا الانحلال. والمغنية هذه اللي تطاولت على الذات الإلهية
وعلى الأنبياء، وقالت اعبدوا الأنثى أغدق عليها محمد بن سلمان من أموال الحج والعمرة 2 مليون ريال. وهنا حكومة محمد بن سلمان لا تريد فقط الانسلاخ عن أعراف وعادات المجتمع، ولا تريد فقط محاربة التيارات الإسلامية وسجن قادة هذه التيارات، إنما تريد تبديل دين الناس وإلباسهم دينا على مقاس السلطان. اسمعوها علماء البلاط المنافقين، اسمعوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا الآن مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الوسطي الذي نادى به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الإسلام المنفتح سب الذات الإلهية وهز المؤخرات، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا هو الإسلام المنفتح يا سادة يا كرام يا عالم يا ناس؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قد بيأذن. أكتفي بهذا القدر وأقول ختاما، ينبغي أن تنتزع أرض الحرمين مكة والمدينة تحديدا من أيادي آل سعود، كذا من الأخير. هؤلاء أصبحوا غير مؤهلين، لأن يسموا أنفسهم خدام الحرمين ويمنوا على الناس انهم قدموا القليل من المال لتقديم خدمات واصلاحات في بلاد في الحرمين وفي يعني مكه والمدينه. هناك مليارات من الدولارات تنفق على المجون والانحلال في ارض نجد والحجاز، وهذا الذي يجعلني اقول ان النظام السعودي غير مؤهل لاداره مكه والمدينه. تحياتي.